كيف حال الشباب؟ اخباركم؟ علومكم طيبين؟ الله يسلمكم. في احد باقي ما خلص مشروعه؟ ها، على وشك ينتهي. انا خلص مشروعي بالله. اي والله. طب لا تعلمونا، تكفون ترى لو درينا بقولوا شكله ما جهز. قهوه شاهي لو سمحت. ابد قهونا. لو سمحت يا معاذ، لو سمحت صب لي قهوه. والله والنعم. لا انا دخلت فيه كان كان صوته ما شاء الله جميل. سم سم تقهوى. سم بالله سم بالله. سم بالله. نعم قهوه ما جت الا يوم جاء الهواء. لا والله جاني فنجان قهوه قبل. جاء قبل. الله يسلمك. لا حول ولا قوه. تدورها انت الله يجزاك الخير. الله، وهذا جانا مرتين قبلها، هذه المره الثالثه. وين هذا؟ يعطيك العافيه. ابو من؟ قصدك ابو يارا؟ ابو يارا؟ نعم. يوم العاشر. ايش قصدك؟ شيء يقول حبيبي. استاذ معك الاخير. يوم العاشر خلاص خلاص شوي شوي. انا قلت اليوم العاشر. نيجي لي عارف نيجي لي. هو العاشر التاسع. شاي. يا سلام، يعني ضبط نفسك من التاسع. حطيت الشاي على طول. لا شوف يا جماعه، انا اقول لكم حاجه يعني. حضور في ترى فقره. شباب اعطونا البيالات اللي عندكم يا شباب. بيالات. خليه يكمل مساكين. والله نسيتها، لكن اقول لك يعني. لا يقول بيجيب قهوه وعلوم طيبه ان شاء الله ذاك اليوم. انا اقول ان حضور اللجنه. ايوه المشروع هذا مهم جدا. ايوه جامد جامد. ايش للتقييم؟ يا سلام. يعطيها لي استاذ. لا ما ادري. معليش معليش كلامكم. ليش ما ليش ما نقول لجنه تقييم؟ ما راح يصير لجنه. اسمعني، لا تقوم الاخطاء. طيب هي لجنه تقييم. انتم تقولون لجنه تحكيم. نعم. من قال لجنه تحكيم؟ احنا رسميا اللي قاعدين نتعامل فيه اسمه لجنه تقييم. تقييم المتسابقين. تقييم المتسابقين. يعطيك ايجابيات وسلبيات. حبيبي والله. ولا تبغى في اللغه؟ والله انا العربية صحيح تقويم، ولذلك عندك هيئة جديدة تقويم صدرت من مجلس الوزراء سموها هيئة تقويم التعليم العام، لأنه هذا الاسم الصحيح لها. والتقويم يفرق، وهذا ليس مجاله، عشان كذا خليني أطلع ونقول بسم الله. أيه كنت بتسيبت عليك بس الحمد لله. يلا الحمد لله جات مني والمخرج بسم الله. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. الله يسلمك. أعطوني عناية يا عيال. نعم. طيب اعطينا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساكم الله بالخير جميع. كل يوم ما شاء الله يزداد الحماس كذا والحيوية، وكل ما أجي هذا المكان أشعر أنه مكان متجدد وجميل ورائع بالشباب الموجودين فيه، وهم الجميلين والرائعين دائما. يعطيك العافية. قبل ما نبدأ، مما وردنا من السادة المتابعين، وقبل قليل كنا مع القائمين هنا في القناة، فيجدر التنبيه ببعض الأمور البسيطة، وهذه خلينا نقول النقطة الأولى هي للمتابعين. البعض كان يتواصل مع إدارة القناة أو على تويتر وعلى غيرها، فيقول يعني مثلا كان أمس عندنا شخصين متسابقين، أنه المنافسة بين فلان وفلان، من يفوز فيهم هذا أو هذا؟ لا يا أخوانا، عارفين يا أخوانا، هي التنافس بين 24 متسابق هنا. كل يوم نقيم، ونقيم بكرة وبعده حتى يصل التقييم إلى النهاية، ثم كلها تعطى إلى إدارة القناة، فيكون هي ضمن هذه الفقرة زد ثقتك بإذن الله تعالى. فهي ليست بين اثنين ولكن بين 24 متسابق، بس عشان الناحية الزمنية كل يوم يكون عندنا اثنين، فهذه بس للتوضيح. الأمر الذي يليه، ما شاء الله تبارك الله، المتسابقين كل يوم يتحفون بجديد وأفكار حلوة وجذابة. متفائل، أقولها تحفيزا إن شاء الله تعلكم، أنه بعدين يعني بنشوف أفكار جديدة لا تتكرر مثل اليوم اللي قبله. اليوم بنشوف حاجة جديدة أتوقع ما شفناها أمس، لا في طريقة العرض ولا في الأدوات. متفائلين جدا ومتحفزين جدا، ولن نطيل في الكلام وفي المقدمات، وخلونا نبدأ. ومعنا المتسابق اليوم سلمان الباهلي. الله يقويك.
طيب ابشر. اوكي. سلمان خلوها. كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب لا تبدأ حتى نعطيك إشارة. يلا. ونحسب الوقت وأيضا كنترول قاعدين يبغون يحسبون معانا. أهم شيء أنت كذا مستعد نفسيا؟ جدا. 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 ابتسامتك جميلة بالمناسبة. يا رب قلبك. ومعطي انطلاقة حلوة إن شاء الله. الله يسلمك. طيب نقول بسم الله. 3 2 1 ابدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. طبعا اول شيء حاب اعرفكم عن نفسي، اخوكم سلمان البهلي من القصيم. حلو. بدايتي مثل بدايه اي منشد او اي شخص يعني دخل في الاعلام. طبعا البدايه كانت مبكره من الابتدائي تقريبا، كان مجالي في التمثيل اكثر من الانشاد. استمريت من الابتدائي الى المرحله الثانويه تقريبا. بعد الثانوي أو في خلال الثانوي تحددت عندي مرحلة أو موهبة الإنشاد أكثر، طغت على التمثيل. جربت نفسي في الإنشاد، كثير دعموني، كثير حمسوني أدخل المجال هذا، وجدت أني أرتاح للإنشاد أكثر من التمثيل. استعنت بالله واستخرت، دخلت المجال، بدأت بتعلم الهندسة الصوتية حتى المرحلة الجامعية، اللي أشوف أن الهندسة الصوتية هي الرافد الحقيقي للمنشد. فلذلك بدأت بالهندسة الصوتية وسويت أعمال أتمنى أنها تحوز على رضاكم. طبعا استمريت في أعمال فيديو عبارة عن فيديو كليبات، راح نعرض لكم الآن بعض منها، أتمنى أنها تحوز على رضاكم. طموحي ارتقي هذه السحاب، همي بالعليا ترى دايم يكون، انا جيت بالله اهتدي والهلم تافل يهتدي بالله، وانا تغلى العمود والمشاعر ما توفيها الجمل، لزرعنا اليوم انسام الوعود، نلقى ثمار الهنا تطوي العلل. يا سلام الله على قلب يجود، ابتسامات المحبة بلا مل، دمي يا وطننا بالعيون ومغالق الحنايا، انت فينا ومعنا وانت منا اغلى الاوطان وفيك اغلى البرايا. اي حننت وانت اليوم حنا بالمدن والملامح والقرايا، فيك عينين وجه كل جنة، مكة وطيبة جلال البناية. يا وطننا يا وطننا مكانك. اي حننت أنا استويت من القهار، صرنا خلاص مع القهار، متفاهمين متفاهمين إن العذر ما هو عذر، على راية ومشانا حكيم الراية يا عقد الحبل ويحله، حكم بالسنة السمحة وشرع الله سبحانه، كسب حب البشر واللي يعيش بخيره وظله. وبشر ما تضرب على دانا ودندنا ولا تضرب معيشه، ضمير ولع القلب تذكار طار علي من زمان قديم، يوم اني مع ربع سعيد بالكفار بين السلف وبين دار سليمي، يا زين جلستهم على غب الامطار في روضة يختال فيها النسيمي، يروقني ما فعلهم شابة النار. المتسابق فارس القحطاني السعودية. فرصتك خلها تفيدك بالتواصل.
المتسابق عبد الرحمن الخضيري السعودية. المتسابق أحمد العديم السعودية. المتسابق محمد المكي مصر. المتسابق محمد الوهيبي سلطنة عمان. المتسابق محمد العبد الله السعودية. المتسابق هيثم. طيب أهدافي بالبرنامج طبعا عندي المزيد والكثير من الأهداف الحمد لله من خلال برنامج زد رصيدك بإذن الله إذا دخلت مع أهل الباب إن شاء الله والجميع إن شاء الله. أتمنى لكم أول شيء أتمنى أضع هوية وقيمة اجتماعية كلنا راح نشتغل عليها. جميل، راح تهدف إلى تنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية وجوانب كثيرة من حياتنا الشخصية. الأمر الثاني وضع مشاريع تهدف إلى تعزيز القيم هذه، مشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز القيم. الأمر الثالث اللي هو وضع برامج ويعني دورات تدريبية تخدم جميع المواهب الموجودة في البرنامج. الممثل والمنشد والشاعر راح يكون لهم بإذن الله برامج تخدم إلى تطويرهم كأنها دورة تدريبية. ممتاز. طبعا طموحي بالبرنامج راح أمثله لكم على شكل إنشودة راح تسمعونها الآن. طموحي أرتقيها بالسحاب، همي بالعليا ترى دايم يكون. أنا جيت بالله اهتدي والهلم تاب، من يهتدي بالله بلا ما يهون. أنا جيت بالله اهتدي والهلم تاب، من يهتدي بالله بلا ما يهون. طموحي أرتقيها بالسحاب، همي بالعليا ترى دايم يكون. أنا جيت والله اهتدي والهلم تاب، من يهتدي بالله بعد ما يهون. جيتكم من بعد ما تعب الغياب، جيتكم جي الطفل يوم حنون. جيت للعيم ولا فيني عتاب، بالحب قلبي يحترمكم ويصون. جيت للعيم ولا فيني عتاب، بالحب قلبي يحترمكم ويصون. طموحي أرتقيها بالسحاب، همي بالعليا ترى دايم يكون. أنا جيت والله اهتدي والهلم تاب، من يهتدي بالله بعد ما يهون. اسمه بالإنشاد والصداح بالأداء، واهتدي بالخير في لحظة سكون. طاب علمك يا بداية والله طاب، جمهورها دفع على مر السنين. طاب علمك يا بداية والله طاب، جمهورها دفع على مر السنين. طاب السحاب، همي بالعليا ترى دايم يكون. أنا جيت والله اهتدي والهلم تاب، من يهتدي بالله بعد ما يهون. من يعزمو هم وبدع الشباب، وإرادتنا أبد لا ما تلين. زد رصيدك هو هدف كل الشباب، كل طامح هم بالقرية يكون. زد رصيدك هو هدف كل الشباب، كل طامح هم بالقرية يكون. فيها بالسحاب، همي بالعليا ترى دايم يكون. أنا جيت والله اهتدي والهلم تاب، من يهتدي بالله بعد ما يهون.
مباراه خوفه. الله يعافيكم. طبعا يا شباب باقي اهدافي بعد البرنامج باذن الله راح تكون اهداف عديده. اتمنى باذن الله اتمنى وضع بعد البرنامج اكاديميه انشاديه لتعليم الانشاد او فنون الانشاد بالضبط وتعليم الهندسه الصوتيه باذن الله. جميع هذه الاهداف باذن الله راح تتحقق بعد البرنامج، وان شاء الله باذن الله يا شباب راح اصور كليبات على شكل جلسات باذن الله. طبعا كان في انشوده راح تخدم المجال هذا او راح اعرضها لكم، لكن الوقت يبدو لي انه ازف، وباذن الله ان الله يوفقنا وياكم ويعطيكم الف عافيه. ما شاء الله ما شاء الله، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. تبقى لك 12 ثانيه فانت انتهيت على قولهم. اتوقع كان في مشكله بالوقت ترى. لا وقفت انا عندما حصل الطارئ وكل شيء، بس بعد تقريبا دقيقه. لكن معك بالتمام. الله يعافيك. سلام. طيب نبدا باستاذ محمد يسمع منك ثم بعدها نعود اليه. يعطيك العافيه سلمان. الله يعافيك. سلام. طبعا انت بتوصي فيه وانا داخل كل وقت. الله يحييك يا رب. الله يسلمك. يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك. يعني سجلت شويه ملاحظات بالايجاب، ملاحظات يعني بدك تشتغل عليها. صوتك كثير ما شاء الله رائع، جميل، شجي. الله يسلمك. من ذوقك والله. اللي عجبني كمان موضوع انك تحديد الهويه الثقافيه. هاي برضه كثير كان مميز، انه انا انه انت عندك الهويه الثقافيه، انه في هويه ثقافيه للعمل. كويس. الله يعافيك. اول شيء بس للتوضيح في الناحيه الزمنيه، فحسبنا اللي هو بدل ضايع 3 دقائق للشغلات الفنيه اللي حصلت ثم عدنا، فالان تكملت 10 بالتمام، والكنترول بالمناسبه متوصين فيك يعني. انا حسب 10 وما اعطيك 11. هذه الاولى. الثانيه استفسار مني شخصيا ولي ايضا الساده المشاهدين. ايش نوع المؤثرات هذه؟ هل هي مؤثرات ميوزك دوف؟ للتوضيح. لا طبعا هي مو هو، والشباب اخبر مني طبعا، لكن مو مؤثرات، ما فيها موسيقى ابدا ابدا. هي عباره عن مؤثرات بشريه تسوى بالصوت البشري الخالص الخام، صوت بشري خام تعمل فيه مؤثرات واصوات مع فلاتر بسيطه بالبرنامج تنتج لك الصوت. هذه عباره عن ابداع يعني معين بالصوت البشري الخالص. هذا من هندستك يعني؟ الحمد لله. هي نعم. ما شاء الله ما شاء الله القوه. الله يعافيك. طيب انا بس حبيت اوضح الناحيه الزمنيه وسؤال عن المؤثرات. نعود اليك استكمال تقييمك استاذ محمد ثم نعود ان شاء الله. طيب يعطيك العافيه سليمان. الله يعافي قلبك. زي ما بحكي لك الاستاذ ماجد متوصين فيك الشباب بالوقت. حبيبي والله انت وياهم. الله يسعدك يا رب. حكينا الصوت الحمد لله تمام جميل. كان عندك محدد هويه الثقافيه لك. عجبني بامانه منظر تفاعل الزملاء، بامانه انا اهنئكم من قلبي على هذا التفاعل بامانه. فعلا كان تفاعل يعني بعطيه 10 من 10، تفاعل الزملاء يعني كان مميز بأمانة. يعطيكم ألف عافية جميعا. الله يعافيكم. ما قصر والله. 10 من 10 كلكم والله. بعضهم يقول لك عاش يا معزز. حبيبي والله حبيبي. لا والله هذه الشغلة الآن كتبتها بعد يعززون له يعني. طيب تفضل. في عندي شغلات بس هيك يا ريت برضو تكون تحطها في بالك. داخل طالع على الستيج انت شوي متوتر. شوي متوتر. يعني يعني خلينا نحكي شوي، لانك سردت بطريقه سريعه في البدايه. انت فاهم علي كيف؟ معلش تحملني انا الان بتكلم معك من ناحيه فنيه. انت سردت بشكل سريع شوي، يعني انا كنت هيك بتوقع منك لو سردت بطريقه شوي او هيك عملت لحالك شويه كنترول وهديت نفسك قبل ما تطلع، مبين كان عليك متوتر شوي. شغلة ثانية ممكن ارد بس الدكتور قبل. تفضل تفضل. انا طبعا الكلام حطيت بس حتى نضبطها للجميع، خليه يسرد كل اللي عنده. نعطيك دقيقة اعلق على جميع النقاط. اعلق افضل. تفضل. بعدين انت حكيت في عندي كثير مشاريع لهم قيم. عندي كثير مشاريع لهم قيم. انا بدخل على البيت بلاقي ابني الصغير مخرب شغلة في البيت، بيستفزني هذا الشيء،
ما بعصب عليه، باخذه في حضني ببوسه، معلش يا بابا تعال كذا. ليش؟ انا بعلمه قيمه الصدق، انه لا تكذب يا بابا، خلص عملت الشغله هذه فلا تكذب يا بابا. فايش ممكن تعطيني ولو بدقيقه او سريعا مشروع له قيمه؟ يعني هذا مشروع يعني انا لما بعمله مع ابني في البيت هذا المشروع، الهدف من هذا المشروع قيمه، من وراها ايش؟ اني اعلمه لا تكذب يا بابا بالصدق. فهل عندك مشروع له قيمه؟ معلش بس خليني اكمل بعدين في النهايه بتعطيني. اخر شيء اللي حكى عنها الاستاذ ماجد الهندسه الصوتيه، للمره الجايه، انا بتكلم الان يعني بشكل تام، يعني للامام لما تيجي هيك تعرض لمشروع لكذا، يعني لك انت كمان المقيم او الجمهورك حتى او المشاهد بحب يسمع صوتك بدون فلاتر بخامه الصوت. يعني انا والاستاذ ماجد واحنا داخلين لفت انتباهنا صوت جميل كذا، فانا والاستاذ ماجد قاعدين ما شاء الله هذا الصوت على مقام البيات العراقي، فهمت علي كيف؟ فبكون خلي هذه بالك في المستقبل، انه لازم يكون عندك برضو خامه الصوت. انا بحب اسمع خامه صوتك بدون اي مؤثر، لان انا سمعتك بتحكي عن موضوع الفلاتر وما فلاتر، فحتى خطر في بالي انه انا كمان يعني اذا بدخل صوتي مثلا على فلتر على كذا، فهمت علي كيف؟ فبرضه خامه صوتك بتعنيني اني اسمعها الخامه الطبيعيه. والله يعطيك العافيه، بشكل عام عملك كثير ممتاز ورائع واشكرك عليه. الله يعافيك. اذا عندك تعليق او توضيح لاي شيء تفضل. النقطه اللي هي نقطه الفلاتر، خل ارجع من حيث انتهيت، اللي هي نقطه الفلاتر طبعا هي بشكل خفيف، يعني ما تكون بشكل كثير انها تغير الصوت جذريا. هذه النقطة اللي فيها نقطة الفلاتر. النقطة الثانية اللي هي الهوية والمشاريع، طبعا المشاريع كثيرة والهويات كثيرة والقيم كثيرة. يعني مثلا مثل القصة اللي ذكرتها اللي هي مثلا لما ولدي يخرب شيء، فتجد اني امسك ابني مثلا وابوسه او مثلا احضنه، هذه مثلا ممكن نربي او نربي انفسنا اللي هي على مثلا انك تكون ردة فعلك غير اللي متوقعة الشخص الثاني. يعني لما شخص مثلا يجي يخطئ علي مثلا، بدل ما اجي ارد الخطا اجي ابوس راسه واقول جزاك الله خير. طيب. شكرا. هذه بحد ذاتها تربيه عكسيه. كذا ان شاء الله انه كافي. خلينا ندخل ونقول بسم الله ونبدا في ثلاثه نقاط جميله ومثلها ان شاء الله تعالى يحتاج لها الى تطوير. الاولى طبعا ليس شرطا ان يتفق كلا المقيمين على وجهه نظر واحده. الاولى من النقاط الايجابيه الجيده أنك انطلقت انطلاقة موفقة بسرد مرتب من ناحية المحتوى ومن ناحية أسلوب العرض. حاولت أن أقرأ لغة العيون لديك، فكان توزيع النظرات عندك توزيع جيد بين جميع الجالسين في هذه القاعة، فوفقت فيها، بخلاف بعد فترة الطوارئ والتعامل معها اختلف الوضع، لين آخر حاجة أعيدت لك الحياة بتعزيزات الشباب وبصفقتهم وبالشغلات هذه. فالأولى ملخصها انطلاقة موفقة واستهلالة جيدة. من النقاط الإيجابية عندك كانت اللي هي التنظيم في عرض المحتوى وسرده من ناحية زمنية ومن ناحية الأحداث كان جيد. الثالثة هي شكر وتقدير لك بأن يدك اليسرى مصابة ولكنك استطعت أنك تتماسك وتشيل على رأسي، يعني ما شاء الله تبارك الله، ولا ظهرت لمن لا يعرف إلى قبل البرنامج قبل صعودك إلى هنا بدقائق، وأنا أشوفها معك معلقة ثم صعدت طبعا بدونها. ولا أقطع كلامك، لا خلينا معلش لازم نكمل للآخر. طيب. ثم إذا بقي ثواني محدودة بعدها بعض النقاط التي أقترح أنك تركز عليها في التطوير في الأيام القادمة. رقم واحد، فن ومهارة التعامل مع الطوارئ. حصل طارئ وسط العرض، حصل طارئ فني في بعض البرامج أو المسابقات أو حتى بعض البرامج التدريبية نصنع الطوارئ لبعض المتدربين ونشوف كيف يتعامل معها. حصل الطارئ فأنت اختلفت أمورك شوية، ثم بعد ذلك ما شاء الله تماسكت وأكملت، ولكن لم تكن مثل الروح الأولى. يعني يحتاج أنك بعدين تشوف لأي طارئ كيف يكون ردة فعلك والتماسك الداخلي أولا. رقم اثنين وهي قريبة من نقطة ذكرها، ما شاء الله عليك سردت سرد عظيم، مشاريع يبغى لها تقوم فيها مؤسسات مجتمع مدني وزارات، مما ذكرت بنصه، مما ذكرت أنت بنصه، بعض البرامج
التي تهتم بالتنمية الثقافية والاجتماعية. رقم 2 مشاريع تؤكد وتعزز القيم. رقم 3 دورات تطويرية للمنشدين. رقم 4 أكاديمية متخصصة للإنشاد التدريب. نعم مشاريع ضخمة على قول بعضهم تنوء بها الجبال، ولكن أمثالك إن شاء الله تعالى يفتتون الجبال ويتجاوزونها بإذن الله. المقترح في مثل هذه الحالات أن تأخذ مشروع محدد بعينه وبشكل دقيق واضح. وخليني أضرب مثال بعض الإضاءة، خلي السادة المشاهدين ما يشوفون بعض الإضاءة. شايف هنا هذه الإضاءة البيضاء ليست ظاهرة في الصورة تماما. لماذا؟ لأنها مشتتة. لو أتيت الآن بليزر وضغطت عليه سوف يكون واضح. ليش؟ لأنه مركز ودقيق ومحدد، فانطلق ووصل إلى أبعد مدى. بينما اللي أخذت 10 مشاريع ومشاريع كل واحد ضخم تشتتت إضاءتها وذهبت هكذا. ولذلك المقولة الشهيرة وحد تنجز، فخليها مشروع دقيق وواضح. هذا المقترح الثاني. الثالث الله يسلمك، هو أنا كمتلقي لم يتضح لي الجزء الأخير، ماذا بعد انتهاء برنامج زد رصيدك؟ أتت من خلال النشيد وأتت من خلال، ولكنها تحتاج إلى مزيد من التوضيح. أقدر أوضحها الآن ولا؟ الآن طلع فيه يعني حسب تواصل الكنترول يقولون أن العشر دقائق يكتفي بها المشارك، ولا والله هم يقولون كذا المشكلة ما طيب. معلش ليست مني، لا يحق له التعليق أو التبرير، وإنما يعني خلاص نكتفي بما طيب. سمعنا منه، وأيضا يستمع لهذه الملاحظات تكون في باله. في العموم جهد رائع، شاب نفتخر فيه، وإن شاء الله تعالى سوف نراك في أعلى القمم كما أنت دائما. شكرا لك يا سلمان، جهدك طيب إن شاء الله. السلام عليكم. بإذن الله تعالى نبقى الآن مع المتسابق الثاني سعود فهد. سعود جاهز؟ يعطيك العافية، يعطيك العافية، الله يعافيك. ماشي 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 ماشي. قناة بداية يا هلا يا هلا والله وغلا، يرحيهم. وشلونكم؟ أشوفكم طيبين؟ وش أخباركم؟ أنا اليوم مرسلت مقطع فيديو لزد رصيدك، أبي أقدم الولد أخوي سعود بن فهد، وده يقول ودي أدخل زد رصيدك، وأنا رسلت هالمقطع بقدمه إن شاء الله. الرجال ما شاء الله عليه ممثل، يعرف يمثل دور الشايب، يعرف يمثل دور الجدع، ويعرف يمثل دور الولد أصغير، ويعني ما شاء الله أي دور تمسكه ما شاء الله ما شاء الله يمثله. والرجال عنده رسالة، يقول بقدم رسالة وبيروح القرية إن شاء الله، وأنا ما وقفت بهالمكان إلا أدعم، وأنا والحارة كله وميمته كلهم قالوا يوم عنده رسالة إلا والله أطلقه خلوه يروح يتسهل إن شاء الله يجي من مراه علم النافع إن شاء الله. والرجال عنده فرقة شعبية، ألعاب شعبية ونشيد وكل شيء، يروحون ويجون من كل شوي مدينهم منطقة، وما شاء الله عنده الأعمال الخيرية، عنده مشروع رمضان غيرني ما غير يفطر هالعمال المساكين، وعنده شقة التمر ياخذ منها التجار التمر يروح يودي لها الفقراء المساكين. وأنا مرسل لكم هالمقطع إن شاء الله أبيكم تقبلونه، والولد جايكم بالطريق. ولا أنسى الرجال أكبر إخوانه وأبوه الله يرحمه متوفي، والله يخلي له ميمته، وأنا والله ما خليته يروح إلا عنده رشاله وميمته تدعي له إن شاء الله. الولد جايكم بالطريق، يقول أنا أبروح القرية إن شاء الله يوصل بالسلامة، وإن شاء الله الله يوفقه ويستر عليه إن شاء الله، ونراكم على خير. وأقول لكم إن شاء الله ترى رجع أولادي وبعرف أتفاهم معكم إن شاء الله. السلام عليكم. محمد حجب أمه غطاها بالفوطة على المطر ونقوطة، يا سعدك يا حليمة
في الجنة النعيمة وعملت بادي بادي طول النخم تالله قناة بداية تالله ورتات حلو حرتات وين مو بعد جولة الحين خلنا بقى أقعد أبادر دروسي دام يتون بادرس عشان إذا رحت للمدرس ما يضربن لا وقيل لي بعد جبل فلك معك بيضربن به أبوبي أبوبي دامي بكذا أبوبو قالنا استاتدا لا ما قالنا استاتدا أبو ممتلد والله التام ما درت كذا والله العظيم رحت ما ادري تو والله اني ادري تسوي الحين خنا ببعد عن مدرسه وبفكر بشيء ثاني يمكن اطلع بفتره حلوه فتره تحيم اللي طلع من الحاره وصار مشهور ورا ما صير مشهور مثله متهون الله متهون مشهور طيب اذا رحت وش اقولهم يعني وين اروح اروح قات بجايه وبقول لهم ابادخل تترسيدت حدي طيب اذا رحت تترسيدك وش اقول مش عندي وش ما لازم افكر بخطه اذا رحت لمو متي متعد صح اقول لهم اني عارف امثل بمسرح وعارف امثل بالتلفزيون وعندي فرقه اسمها فرقه الدنيا الشعبيه وعارف العاب شعبيه ونعرف نسوي مسرحيه ونعرف نسوي العاب ونشيد قديمه صح بس ما تكفي يعني اخاف يتتون على طول لازم اطلع فكره ثانيه ايه اقول لهم ابى ادخل تصيدك عشان اعلمهم ان عندي انا مشاريع خيريه وش عندي رمضان غيرني كنت طالع لما الحاره اخذ من العد فطور وروح لعمال خمس عمال كل يوم يزودون تخيل وصلوا 100 عامل من هناك اجيب فطور من البيوت اجي وامرهم واخذ فطور ودي الحمد لله 150 عامل فطرت الحمد لله اي وعندي مشروع تمر غالي علينا اروح اخذ من التجار تمر واوديهم اضعاف مسكين بس لازم اجيب فتره الحين ما بعد ما عاد جوله الحين يعني قاعد سنتين اخذ سمعي ما استفدت من شيء لازم استفيد الحين فكره ايه جدا فكره هذه اخلي بالقريه البسه واروح واقول لعيال بقي ان شاء الله اذا دخلت انا عندي اليوم فكره والشنطه هذه بها افكار كثيره وبطلع مره اجتماعيه ومره ثقافيه وترفيهي ولعبه اعطيهم نشيد اي شيء طيب انا خرمان سيجاره مدامه مع الجو الحين فتتن تالله دكان وبعد ما بيقول الحبه بعد تالله جهادي صورتي مجنون انا احرق نفسي احرق صورتي لا هاي صورتي احط بقلبي واحط مخباتي واوري عليها بالمدرسه
وإذا تخيل أجدعو ولا لا أجدعو ولا ما أرجع مرة ثانية. إيه أبي الحين خلاص خلصنا أفكار. سعود بهالمكان يبي يوصل رسالة للمجتمع إن حياتنا قديما حياة ترابط، حياة بسيطة، حياة سهلة، جلستنا واحدة وطلعتنا واحدة، البزر مع البزر والشايب مع الشايب والحرمة مع الحرمة وما يفرقنا شيء. وإن شاء الله من هالمكان بيني وبين هالباب خطوة، بهالخطوة هذه راح أحمل شخصيتي وشنطتي وأغراضي كاملة، أغراض الفرقة الدان الشعبية والألعاب الشعبية، وراح أنقل القرية بإذن الله بكامل وجهه والكامل وجهه. بس في شيء راح بالي يا بحار والعاكور وفلو أصير مشهور بكرة أسحب عليهم. لا لازم أجيب فكرة، لازم أرجع وأتعلم الحروف صح وأتعلم دراسة وأتخرج بعدين أجي أصير مشهور صح علي. طيب سعود ما شاء الله تبارك الله يعطيك الف عافيه. قبل ما ابدا يقال هل هو حقيقه ولا اشاعه بان لديك ادوات اخرى معك الان تريد ان تستخدمها؟ نعم. ولضيق الوقت يبدو انك باقي كذا ما اكملت استعراضها. دنانه هذه العاب شعبيه قديمه، وعندي الفلكه هذه تاخر عن الصلاه واللي ما يحافظ بالمدرسه طبعا يعلقونه، يعلقون رجله وبعدين يضربونه، هذا عقاب. وترك الصلاة طبعا أول مرة يأخذون شماغه عقاب، طبعا اللي يطلع بالحارة بدون شماغ هذا متأخر عن الصلاة. المرة الثانية يضربونه. ما شاء الله تبارك الله. أنا قاعد أسألك واستزيد لأنك أنت خلصت 8 دقائق و15 ثانية، كان باقي دقيقة ونص، فقاعد أخذ يعني نستفيد من بقية الوقت. تبغى تختم بحاجة باقي لك 30 ثانية؟ طبعا بعد البرنامج بإذن الله راح يكون لي مقر شعبي كامل بإذن الله مع فرقة الدنانة الشعبية، طبعا متحف محافظة المذنب، وأدعو الشباب إن شاء الله بعد البرنامج إنهم يحضرونه. راح طبعا راح أكبر فرقتي وأطور مشاركات في المملكة وبرا المملكة إن شاء الله بإذن الله. راح نوصل رسالة لبرا المملكة إن شاء الله. تبغى الحقيقة ورطتني أنا والأستاذ محمد، إحنا عادة نكتب وإحنا نتابع الشخص، وإذا خلص نكون جاهزين. حنا نشدينا معك ولحقنا نكتب حاجة. هذا اللي نبيه أصلاً. دفع كم ضيقتي مرة على فكرة. دفع عن الهواء والله. لا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. خلينا نبدأ أيضاً بنقطتين إيجابية مميزة. ما شاء الله تبارك الله. الأولى إذا قلنا كلمة أحد عناصر هنا عندي التقييم الابتكار والإبداع في العرض. فأنت طبقت الناحية الابتكارية والإبداعية بأعلى صورها فتستاهل أحلى تحية. هذه نقطة إيجابية جدا يعني فعلا أسلوب عرض تبقى بدل ما تكون سردية كلام جبت أسلوب جميل. رقم اثنين من الأمور الإيجابية المميزة ما يسمى باستخدام الأدوات المساعدة في ناحية تقنيات التعليم وغيره، يقول لك استخدم أدوات مساعدة. الأدوات هذه اللي معك ولذلك سألتك عنها، بس معليش انا قهرتني هالحديد ابغى اعرف وش هي اكثر، اشرح ايش هي هذه. هاي الدنانه، هذا السيكل حقنا من اول. السيكل؟ ايه طبعا ما عصا، بس انه ما عصا تدفه يمشي. خلاص تمشي. هذا العابنا قديمه طبعا. طيب. من حاره لحاره ما شاء الله جمع شباب. فاذا وفقت في الادوات المساعده والادوات الشارحه لفكرتك بشكل ممتاز. من الامور التي يجب ان تراعى ولكنها في الاخير يغفر لها ما سبق، يغفر لها أقصد ما ذهب من ناحية الابتكار وغيرها، هو أبغى شيء تفصيلي واضح في بعض المشاريع غير واضحة بالنسبة لي، ولكن أسلوب العرض وطبيعة العرض يحتم عليك هذا. لو دخلت في ناحية تفصيلية لن تستطيع أن تقدمه
بهذه الطريقة الممتعة التي قدمتها. معليش طبعاً، طبعاً مجال الشعبي. معليش نأخذ تعليمات الكنترول من ما حد يعلق يسمع كامل الناحية السردية التي لدينا. معني والله حب الحوار بس عاد إيش نسوي؟ يعني لازم في الأخير أيضاً نستجيب. طيب هذه تقريباً ما لدي، ولعله استجد عندي شيء سوف أعود إليك. خلينا نسمع من الأستاذ محمد حماد. يعطيك العافية يا سعود. الله يعافيك. بأمانة العرض كثير روعة، حلو، عجبني أنا بصراحة. لا أنا كنت أول مرة تشوفه. أنا جد كثير قعدت أضحك، يعني ما تملكت نفسي، حتى بغمس بالأستاذ ماجد أتصرف مش قادر. العمل كثير مميز، عمل ذو قيمة، في قيم كثير شفناها هون، لا تدخن، حافظ على صلاتك، في قيم كثير أنا استنتجتها من عملك يعني بدون ما أنت تحكيها، لكن قيمته وصلتني. طريقة العرض ممتازة، خف الظل، أهنئك عليها بأمانة، خفيف ظل، دمك خفيف يعني، لا دمه خفيف ما شاء الله. هذه تبيعتي. الأفكار وصلت بطريقة حلوة هيك، الفكرة اللي بدك توصلنا إياها كانت هيك، عمال بتوصل فكرة تلو الأخرى، فكرة تلو الأخرى، تقمصت شخصيتين في نفس الوقت، شخصية خلينا بلاش نحكي المهرج، الشخصية الفكاهية اللي وصلت أفكارها إلنا وللجمهور، والشخصية الجدية لما انتقلت من هذه الشخصية بطريقة سلسة ومرنة، من الشخصية الهزلية للشخصية الجدية، إنه الباب ببعد كذا، كان صار عمل منظم. والشايب بالضبط. بس أنا قضية السيف خفت منها. ايه هذا مقصود اللي اكثره. طيب جد. شغلة ثانية من الأشياء اللي المميزة برضو عندك، الأدوات اللي استخدمتها كثير حلوة، يعني أدوات هيك بتدل على البيئة اللي طلعت منها، البيئة الشعبية، بيئتك يعني بيئة شعبية، إنه أنت الفلكة الدنانة الإيش؟ الدنانة. أنا على فكرة بشفتها هذه، لأني أنا برضو هون من يعني قديم في السعودية، مواليد السعودية، فبعرفها هذه، سيخ حديد ملوي هيك بتيجي فيها وبتمشي فيها، يعني تصير تحدي بعد شوي. شفتها شايف، وخلت ما تسوق. لكن أنا في عندي أشياء، بعض الأشياء برضو اللي هي قضية أشرت إلها برضو، وصلتني قيم بطريقة سلبية، العقاب بالفلكة، يعني برضو ما هذا بتعطي قيمة، ما هو في كل إشي أنت بتعمله بيعطي قيمة، لكن في إشي بيعطي قيم إيجابية وقيم سلبية، فأنت لما العقاب بالفلكة وهنضربه واللي تارك الصلاة هنضربه كذا، لا أنا شايف إذا رب وجادلهم بالتي هي أحسن، صح ولا لا؟ فهي برضو يعني كان بيكون أروع لو كملت مسلسل القيم الإيجابي عندك بالقيم الإيجابية، يعني هضربه ما عملتش الواجب هيضربنا كذا، فهمت علي كيف؟ فهاي برضو خدها في عين الاعتبار. آخر شيء كان عندك زي ما حكى الأستاذ ماجد ملاحظة مش عندك فقط، وإنما على ما يبدو أنتم متفاهمين عليها قبل ما تطلعوا، إنه أنا عندي مشاريع ثقافية، صح ولا لا؟ تتكلم في 5-6 مشاريع مش محددة زي ما حكى لك الأستاذ ماجد، يعني كل مشروع لحاله، لو أخذت حتى بديش أحكي المشروع برمته، لو أخذت جزئية معينة من المشروع وتخصصت فيها أو من الموضوع اللي أنت تخصصت فيه هتطلع كثير مبدع. أما لما بتفتح عندي كثير مشاريع ثقافية اجتماعية، فياريت مش بس لسعود، للجميع، لما بتطلع على المسرح حدد مشروع معين، ايش انت بعد الدراسة، ما تخليها عبارة مفتوحة، ما تخليه سؤال اساسي بيحتمل 100 اجابة واجابة، فهمتوا عليك؟ خلوه محدد بشكل عام عشان انا والاستاذ ماجد والمشاهدين برضو يعرفوا انت شو هو المشروع في النهاية. وبشكل عام جهدك كثير ممتاز، ويعطيك الف عافية سيدي. الله يعافيك حبيبي. طيب فاتني بس ابغى اذكر اللي هي عندك مهارة جيد انك ما شاء الله تنميها وتطورها وتنطلق من خلالها، مهارة التمثيل في جزئيات دقيقة عندك ما شاء الله تبارك الله ابدعت فيها، قسمات الوجه وتعيش الجو الطفولي كذا وتعبر يعني تعبيرات تغني عن شيء كثير، يعني ما شاء الله قسمات الوجه كانت ناجحة جدا، وانك فعلا كذا عايش الجو كأنه ما حد حولينك وماخذ راحتك تماما. قد يكون في ناحية المسرح من الأخطاء أن تعطي ظهرك للجمهور، فذهبت إلى هنا خطوتين، وأنت أثناء التفكير السردي أعطيتنا جزئية من أو أعطيتنا ظهرك لأنك التفيت التفافة كاملة. لماذا أقول لك مهارة التمثيل نميها؟
في لو دخلت الى دورات واتوقع انك فعلت هذا الشيء، مسرحيه متخصصه يقسم لك المسرح الى سته اقسام، سته مربعات. اذا اردت ان تستخدم الناحيه المشاعريه تتقدم الى اليمين، امامك على اليمين. اردت ان تستخدم اللوجيك الناحيه المنطقيه تاتي الى زاويه معينه. حتى هذه احد جزئياتها، لعبه الاضاءه، لعبه غيرها، السرد النصي هذه كلها اتوقع ان شاء الله تعالى نرى احد مشاريعك بعد زد رصيدك هو كتاب تؤلف في هذا الموضوع وعدد من الدورات تعقدها وتكون أكاديمية أخرى بإذن الله تعالى في هذا الفن وهذا المجال إن شاء الله. يعطيك العافية سعود. طبعا ممكن بالمقر، طبعا المقر اللي راح يكون ممكن نألف كتاب، يعني أكيد ما في مقر إلا في كتاب يعرف بالأشياء الموجودة. جيد جيد، يعطيك الف عافية، شكرا لك. أيوة يا سعود اسمعني يبا، أيوة يا سعود اسمعني يبا، أيوة يا سعود جاهزين للدورة مهارات إعلامية؟ طيب اليوم ما عندنا مهارات إعلامية لضيق الوقت، مع أنها جاهزة وهذا عرض البوربوينت وكل شيء جاهز، ولكن لضيق الوقت اليوم نأخرها لأنه استمتعنا أكثر مع الزملاء وسحبنا في الوقت، فغدا إن شاء الله تعالى سوف نأخذها. موفقين، نراكم غدا بإذن الله. حياكم الله، على خير. اليوم العاشر، لا قاعد فيك يا سيدي. اليوم العاشر. لا أنا ما أسوي. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أسوي لكم فلكة. عيال والله ما جبت دنانة تعلم. جيب الدنانة، جيب. جيب. جيب الدنانة. جيب جيب جيب. هذه الدنان، وين العصا؟ هيا حرام. تعال تعال تعال، حط رشيدين.